طيب جميل، ننتقل إلى موضوع آخر في صحيفة آخر لحظة، ومنها نقرأ ضبط مداخل العاصمة وقرارات بمنع تسلل الأجانب. كشفت ولاية الخرطوم عن استراتيجية للتعامل مع الأجانب غير الشرعيين، وأكدت على ضرورة ضبط المداخل ومنع دخول أي أجنبي لا يحمل مستندا هجريا شرعيا. وأكد معتمد الرئاسة مسؤول ملف الوجود الأجنبي بالولاية الرضي سعد حامد ضبط عدد من المتسللين الذين لا يحملون أوراقا هجرية وإرجاعهم التزاما بالضوابط التي صدرت مؤخرا. وكان معتمد الرئاسة مسؤول ملف الوجود الأجنبي بالولاية ومعتمد جبل أولياء اللواء جلال الدين الشيخ ورئيس لجنة الأجانب بشرطة ولاية الخرطوم اللواء أحمد حسن تفقدوا أمس معبر جبل أولياء. برأيك أستاذ محمد، ألا يوجد ضعف في التعامل مع ملف الأجانب في السودان؟ والله هو صحيح في ضعف، طبعا ضعف حتى على المستوى الاتحادي، لكن يعني هذه المسألة تذكرني بقرارات ترامب أيضا، يعني ليست بعيدة. يعني الحديث عن معبر جبل أولياء يعني لن نتوقع أنه اللاجئين السوريين سيأتوا عبر ذاك المعبر، يعني معروف من يأتي عبر معبر جبل أولياء. أنا أتصور أنه إذا كانت الدولة تتحدث عن سياسات ينبغي أن تكون هذه السياسات شاملة عامة وليست مفصلة بهذا الشكل الذي أتت به. قضية اللجوء ليست قضية ولاية الخرطوم وحدها، هي قضية اتحادية مركزية لأنها ذات صلة بالحدود. يعني الآن الحديث عن أي لاجئ يبدأ من وصوله إلى حدود السودان، ومسؤولية الحدود مسؤولية اتحادية بالدرجة الأولى، صحيح من مسؤولية ولاية الخرطوم، أم من حقها أن تنظم أو تدير شأنها الداخلي، تنظم وترتب أوضاع الداخلية على مستوى الولاية، لكن هي قضية عامة، قضية تهم الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى. يعني في الفترة الأخيرة اليومين الماضيين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن الجوازات السودانية والجنسية السودانية التي تمنح مقابل مبلغ مالي زهيد، والآن الحديث من الشرطة أن الضوابط الموجودة هي ضوابط كافية وستلتزم بها الشرطة والعمل بها. كيف تستطيع الخرطوم ضبط الوجود الأجنبي فيها؟ يعني أنا أعيد الحديث أنه ينبغي أن يكون الحديث على مستوى الدولة، على مستوى الأجهزة الاتحادية، وينبغي أن تتوفر من إجراءات وضوابط. يعني صحيح قد لا يتسع المجال للحديث عن الضوابط الهجرية المطلوبة، لكن يجب أن نعترف أن هناك ثغرات، يعني ثغرات على مستوى القوانين، ثغرات على مستوى الأجهزة، ثغرات على مستوى الأفراد الممارسين. هذه يجب الاعتراف بها، وبالتالي المطلوب مزيد من الضوابط، المطلوب مزيد من الرغابة، المطلوب مزيد من التدقيق ومزيد من الإجراءات التي تحسم مثل هذه التجاوزات أو التفلتات.